يا هلا فيكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج نون وموضوع جديد كل يوم احنا عندكم موضوع حلو نقدمه لكم من خلال شاشتنا واكيد انا واختي امل دائما نتناقش في المواضيع الحلوه هذه، حياك الله يا امل. الله يحييك يا ريم، مثل ما قلتي مواضيع مميزه دائما يقدمها لنا فريق الاعداد من برنامج نون علشان نلقي الضوء والتوعيه على بعض القضايا المهمه مثل قضيتنا اليوم يا ريم. نعم، القضيه اليوم مهمه جدا تقبل الاب لحاله خاصه عندنا في المنزل. سواء حاله يعني من الطيف التوحدي او الاعاقه او اي حاله خاصه تكون موجوده في البيت سواء للطفل الولد او البنت هذا الموضوع مهم جدا وراح نناقشه ان شاء الله مع ضيفتنا اليوم ولكن بعد هذه الفقره نرحب فيكم في فقره جديده واليوم راح نتكلم عن التسويق واهميه التسويق في المشاريع طبعا اي مشروع قائم يحتاج الى التسويق لان التسويق هو اساس عمل المشروع يعني اذا كان عندي مشروع ناجح جدا من ناحيه المنتج او الجوده او الخدمه اللي قاعد اقدمها لكن الناس ما تعرف عنه شيء فهني انا وصلت الى مرحله ان انا افتح مشروعي وما حد راح يني فالتسويق جزء وايد مهم من عمليه المشاريع هذه واصلا التسويق يدخل في دراسه الجدوى كمبلغ مالي والدراسات الحديثة تقول إن إيرادات الشركات الكبيرة عشان تضخ أكثر تسويق، فكانت في بدايتها تحط نسبة سبعين بس من الإيراد للتسويق. فشوفوا شلون التسويق جدًا مهم، التسويق يحتاجه أي شخص، حتى الإنسان العادي. أي شخص يحتاج تسويق، راح تقولون شلون الشخص العادي يحتاج تسويق؟ أنا أقول لكم أي حتى أي موظف حكومي، أو أي موظف أي جهة، يحتاج يسوق حق نفسه، شلون يسوق حق نفسه؟ الموظف هذا لازم يعلم الناس ان انا او مدراء ان انا شاطر انا سريع انا دقيق انا ما اغلط فهذا يعتبر نوع من التسويق للشخص نفسه لاسمه لكن التسويق للمشروعات طبعا يختلف شيء شيء ثاني فهو راح يكون على شكل اكبر ان انا اسوق للمشروع ان انا المشروع موجود انا المشروع اللي راح افيدك انا اللي عندي هذا الشيء انا اللي عندي المحتوى الفلاني فمهم جدا عمليه التسويق ونشوف ان الشركات الكبيره مو تتسابق للتسويق لا تتنافس ويعني شيء كبير إن هم يسوقون بشكل اكبر والتسويق لعده طرق مختلفه منها شيء اسمه التسويق العملاق ان انا احط اشياء كبيره ابينها بالشارع بالسوق بافكار جديده التسويق بالتسعير ان انا احط جودتي عاليه وابين الجوده لكن انا اقل سعر التسويق مع الترويج ان انا احط منتج مع منتج ثاني او خدمه مجانيه فابتدي ابيع فهو بحر كبير، هل كل الشركات والمشاريع تتساوى في فكرة أو خطة تسويقية؟ بالتأكيد لا، لكل مشروع خطة تسويق خاصة مختلفة فيه، بعض المشاريع تكون ناجحة أو لها مدخول محدود، لكن فكرة واحدة بسيطة ومبلغ ما يكون عالي باستشارة إن نغير شذي أو نضيف شذي أو نغير الاسم أو اللوجو أو الألوان نلقى إن الإيراد يبتدي يرتفع، لأن للألوان أيضاً تأثير على المشروع، العلامة التجارية لها تأثير على المشروع. كل هذه تتأثر في الخطة التسويقية، ونشوف الحين التوجه العام أن الشركات قامت تسوي التسويق بطريقة الخدمة الاجتماعية أو الخدمة المجتمعية، بحيث أن هذه الشركات تحط جزء من المبالغ هذه للمجتمع، فتسوق للمنتج أو الخدمة أو الشيء اللي قاعد تسويه كمشروع أن هي تقدم أشياء للمجتمع، ونشوف الشركات الكبيرة مثلاً تقدم مستشفيات، تبني مستشفيات باسمها. في شركات قاعد تقدم مثلا اجهزه للمرضى باسمها فهذه يعتبر من الخدمات المجتمعيه اللي تقدمها الشركات كلها لها تاثير منها تاثير ان الناس يكون عندهم ولاء لهذه الشركه اذا شافوا العلامه التجاريه في كل مكان ان اشوف هذا المكان هذا البنك مثلا او هذه الشركه اشوف علامتها ان هي موزعه مثلا كراسي أو موزعه او فاتحه مستشفى فيصير عندنا شوية ولاء أنه أوه هذه الشركة بشتري منهم لأنه ما قصروا افتحوا مستشفى حق مثلا الأطفال اه فهذه كلها تعتبر عوامل تسويق لكن التسويق التجاري البحث اللي هو طريقة الإعلان وين أحط إعلاني شلون أحط إعلاني حق أي مشروع أنا يعني اللي لازم أحط إعلان مثلا بالشارع إذا كان مشروعي مشروع صغير مشروع منزلي ما راح أحط إعلان متكلف وأحط بالشوارع أو بالباصات أشتغل على التسويق اللي هو عن طريق وسائل التواصل ان انا نفس ما قلنا بالحلقه او الفقره السابقه ان يكون عندي شريحه مستهدفه اعرف اخاطبها فابتدي احط لها الاعلان الموجه لها عن طريق وسائل التواصل ونشوف انه في وسائل التواصل سهلوا علينا وايد فاحنا نقدر نقدر نختار شريحتنا المستهدفه ونحط عليها العلامه ويبتدي التسويق يتوجه اعلاني راح يتوجه حق فئتي المستهدفه ويوصل لها الاعلان هذه كلها طرق تسويقية تساعد أن الشخص ينجح في مشروعه والناس تبتدي تعرفه المربوط مع التسويق والمهم جدا هي خدمة العملاء مو بس أنا أسوق ولكن ما عندي موظفين يستقبلون العملاء بطريقة يعني رحبة أو يردون بطريقة لبقة أو يكونون موجودين 24 ساعة مثلا هذه كلها تندمج مع التسويق لأن أحد العوامل اللي تساعد على نجاح مشروعي يعني انا شركه كبيره وجيت اعلنت وضخيت اعلاناتي في الشوارع او في الاماكن كلها ووسائل التواصل ولكن في النهايه لما العميل يحتاج شيء يلقى مشكله ان الموظف ما يكون رده جيد فمهم جدا نركز على التسويق وخدمه العملاء للمشروع. ورجعنا معكم اعزائي المشاهدين ودائما فريق الاعداد يتحفنا بتقارير وفقرات مميزه، فخلونا نشوف مع بعض شنو مجهزين لنا. في الفقره السابقه تكلمنا عن اقلام الرصاص، والحين نختار الادوات المسانده لاقلام الرصاص، اولها اختيار البرايه، البرايه مو مهم نوعيتها او شكلها كثر ما مهم حدتها. مثل ما نشوفه هنا هذا الجزء الحاد منها بما ان الجزء الحاد ممتاز وما يكون خفيف يكون افضل لحمايه اقلام الرصاص لان لو كانت جوده اقلام الرصاص عاليه وجوده البرايه رديئه راح تكسر لكم اقلام الرصاص شنو ما بريتوها وعندنا الشيء الثاني هالمساحه السحريه هذه المفضله عندي وفي منها الكتروني لكن افضلها لانها طينيه واقدر اشكلها على حسب الحجم اللي احتاجه فبما انها تقدر تتشكل على الحجم اقدر استخدمها حق اضاءه الشعر، اضاءه البشره، حتى في ناس يقدرون يستخدمونها حق تاثير البشره. فهذا نوع جميل جدا وتقدرون تلقونه معظم المكتبات الكبيره. والحين حق اللغز العود الورق. الورق اهم شيء ان نستخدمه ما يكون ثقيل حيل ولا خفيف حيل او املس حيل، لان الورق الثقيل اللي محفر مهما رسمنا فيه الحفر ما راح تظل علينا يعني مليانه راح تصير باشبه بتكتلات وهذا الشيء ما نبي اما الاملس حيل اللي يكون عاده مناسب حق اقلام الكوبيك هذا راح يضيع في القلم الرصاص وراح يكون سهل المسحه حتى لو رشينا عليه مثبتات ما راح يتثبت ويانا فالافضل اختيار الأو... الاوسط او ان تروحون حق صاحب المكتبه ويعطيكم الاوراق الممتازه حق اقلام الرصاص وايد ناس يسالوني شنو افضل ماركه او جوده من ناحيه الادوات الرسم انا اقول لا تمشون وراء الماركات الاسامي الكبيره هل بالفعل هي حلوه وايد حلوه هل الاشياء الغاليه جميله جدا جميله لكن راح تفلسون يعني انا اقول لكم اياها انا معظم الأش... الاغلاط اللي سويتها اني فلست مع اختياري الخاطئ للادوات الادوات دا منها جوده ممتازه دا منها توافي الشروط اختاروها مو شرط ان تكون ذات مظهر جميل او مثل شيء عشان نفرشخر فيه قدام اصدقائنا دام ان تعطينا الاساسيات مثل ما قلت لكم عنها حده البرايه مساحه تكون جودتها ممتازه لا نوعا ما الى متوسطه اما اقلام الرصاص هذا للأمان الشيء اللي ما لقيت له بديل اما اللوحه فهذا الشيء يعتمد على كل مكتبه وكل نوعيه واتبعوا اللي يقول على قلبكم وعقلكم وان شاء الله تستانسون بالتجربه <applause> ورجعنا معاكم اعزائي المشاهدين وبرنامج نون وحلقتنا المتميزه مع الاستاذه جميله البلوشي مرشده نفسيه وام لطفل توحدي علشان نتكلم في موضوع حلقتنا اليوم فخلونا نرحب بضيفتنا يا هلا استاذه جميله وحياك الله في برنامج نون. الله يحييكم. نورتينا في هذا البرنامج ويمكن من خلالك ان شاء الله نوضح للمشاهده الكريمه والمشاهد الكريم عن موضوع اليوم، وموضوعنا مهم جدا ودائما هناك مسؤوليه مشتركه بين الابناء والاباء وايضا بين الامهات، هذه العائله والاسره دائما تشترك في المسؤوليات خاصه اذا كان عندها حاله خاصه في البيت. اليوم موضوعنا كيف يتقبل الاب وجود حاله خاصه في البيت او طفل عنده ظروف خاصه او طفله. من خلالك بنتعرف اكثر على انواع الاباء نقدر نقول في تقبل حاله خاصه في البيت. مستويات التقبل عند الاب هو نفس مستويات التقبل عند الام باختلاف خنقول نوعيه الافكار والاراء بما ان احنا بنتكلم نتكلم عن عقليه الرجل. في اباء يتقبلون التشخيص طفلهم باضطراب التوحد ويعطونهم التدخلات العلاجيه المطلوبه والاحتياجات اللازمه. في آباء يتقبلون مع شوية تدليل للطفل وإحنا كنا ندري أن تدليع الطفل أن لما ندلعه حتى لو كان طبيعي أو توحدي فهذا يعكس سلبيا على حالة الطفل فما بالكم مع الطفل التوحدي ومرت علي حالات أنه فعلا في آباء وأمهات دلعوا الطفل التوحدي وهذا انعكس عليه بشكل سلبي خصوصا لاحظت من الجانب الاجتماعي صارت عنده صعوبة في تكوين الصداقات لأنه هو متعود أن كل ما أنا طلبت شيء تعودت إنه يجيني وحتى صار في صعوبة في التعامل مع المدرسين والأخصائيين لما أي أقدم الجلسات للطفل سبب تدليلهم للطفل تكون عدة أسباب لكن لاحظت أن الأهالي يكونون كبار في العمر فما فيهم شدة أنهم يعاملون الطفل بحزم اكثر مثلا بحزم أكثر. نعم نعم فهذا الشيء لعب دور كبير في انه هم يدللون الطفل اما في اباء اللي اختاروا انهم ما يتقبلون التشخيص وفي لها طبعا عده اسباب واحده من الاسباب لاحظت ان ترتيب الطفل توحد في العائله يلعب دور في دائره عدم التقبل ترتيبه ترتيب الطفل خصوصا اذا كان الطفل في الترتيب الاول لما الرجل يلا خبر بأنه هو راح يرزق بابن فراح يكون عنده فرحة أنه راح يشيل اسمه وراح يكون ريال البيت من هذه الأمور فبعدين لما يتم تشخيصه باضطراب الطيف التوحد راح يكون عنده صدمة وما يتقبل هذا التشخيص وأيضا جانب أهل الرجل ممكن يلعبون دور في عدم تقبل بعد هذا التشخيص أكثر من أهل الأم لان في جانب الاب هم الطفل راح يشيل اسم العائله هذه فهذا هم له تاثير في عدم تقبل الاب بس ابي اقول ان كل مستوى او كل مرحله سواء تقبل او ما تقبل كل مرحله لا ضغوطاته ان تقبل في ضغوطات ان هو راح يعالج هذا الطفل بعقبات اقل طبعا اما اللي ما تقبل فيه لها عقبات اكثر مع ضغوطات اكثر استاذة جميلة وايد حلو الكلام وبالنسبة حق التقبل او عدم التقبل في بعض الاوقات ينقي باللائمة يعني عدم التقبل مثلا يلقي اللوم على الام فشلون ممكن الام ترفع مستوى وعي الاب من هذه الناحية؟ اول شيء لازم اكون متاكدة ان في وعي عند الأبو، الأب واعي بأن الطفل عنده اضطراب طيف التوحد. فعشان أتأكد أن في وعي، لازم هو يكون مقتنع وعلى إدراك بأن الاضطراب موجود. بعد ما أتأكد أنه هو واعي ومقتنع، أعطيه شوية وقت على ما يستوعب ويدش في منطقة الوعي. بعد ما يدش هني أرفع عنده الوعي عن طريق أن أه أوضح له سبب سلوكيات اللي قاعد تطلع من هذا الطفل شلون ممكن أنا أحله ومتى أه أدخل عليه التدخلات العلاجية نعم مراجعة أستاذة جميلة مراجعة الأخصائيين المعنيين في هذه الحالة يمكن اللي شاهدنا الآن يمكن يوافقني الرأي أو لا نشوف أغلبية المراجعين مع الحالة هي دائما الأم يعني قله ما تشوفين الاب الاب والام مع بعض او الاب هو اللي ماخذ ما الحاله، رايك في هذا الموضوع وخاصه ان هناك جانب توعوي مهم في هذه الزيارات. ممكن ان احنا عشان نشجعه يحضر معانا نذكر له بان في عقبات راح تجينا في المستقبل اذا احنا ما عالجنا المشكله في الوقت الحالي ونذكره بان احنا في الوقت الحالي قاعد نعاني مع سلوكيات معينه فما بالكم اذا ما جابلنا هذه السلوكيات ايش كثر راح تتضاعف معنا في المستقبل بهذه الامور وايضا ان اوضح له بان اللجوء للناس المختصه في المجال راح تخفف علينا الضغوطات كاهل الضغوطات الحاليه والمستقبليه ايضا وايد حلو في حلقات سابقه استاذ جميله كنا نتكلم عن مراقبه الام لسلوكيات الطفل التوحدي اللي عندها في البيت فهل ممكن نتبع نفس الاستراتيجية مع الأبو؟ مثلا تكون يعني على اساس ترفع مستوى عشان تخليه يتقبل الطفل فتبتدي معاه انها تسجل سلوكياته تشوف شنو الاشياء اللي هو مثلا يكون معاها تقدر تسوي الام هذا الشيء تقدر تسوي هذا الشيء عن طريق وتحله ب... تسوي لهم انشطه الاب مع الطفل بحيث انه تعزز العلاقه فيما بينهم نعم. لازم بهالحاله انا اراعي الطرفين لما أحط الأنشطة أختار أنشطة ممكن الأب يتقبلها وأختار أنشطة الأهم من جانب الطفل أتأكد شنو هي مدخلاته الحسية أتأكد أن الأنشطة اللي أحطها تناسب العمر الإدراكي عنده ومو عمر الزمني غالبا التوحد الإدراك عندهم يكون أقل من عمرهم فما أقدر ما يصير أحط له أنشطة هو ما راح يستوعبها وايضا لازم اراعي اني احط انشطه يكون مقاربه لنقاط قوته وحسب ميوله شنو اللي يحبه بالنهايه النشاط هذا هو هدفه ان تعزز العلاقه بين الاب والطفل فنبيهم اثنين هم يستمتعون في هذا النشاط. نعم <applause> آه اذا بعطي على سبيل المثال آه اذا كان الطفل من نوع اللي يحب الامور اللمسيه الحسيه فممكن يعطيهم تعطيهم الأم طين بحيث أن يقعدون يشكلون طين مع بعض وإن كان الطفل مثلا حركي تسوي لهم سباق على سبيل المثال أو يلعبون غميضة أيا كان أه أي نشاط أهما يستمتعون في هم يستمتعون فيه أثنينهم فنستثمر في تعزيز العلاقة بينهم نعم ذكرتي نقطة مهمة أستاذة جميلة موضوع تقدير عمر الطفل اللي عنده هذه الحالة الخاصة أنه يجب على الوالدين ويمكن حتى الأخوان العائلة المحيطة معرفة أن هذا الطفل مثل ما قلتي أقل من عمره أو عنده يعني جوانب معينة توضيح الحالة هذه للأب بشكل خاص مفروض يكون متفهم فيها أكثر وتكون واضحة الصورة لا يعني بشكل تام أيضا فعلا نعم أه هنا أي دور توزيع المسؤوليات والمهامات على جميع أفراد العائلة إحنا لما نوزع المسؤولية بشكل صحيح فكل فرد من العائلة راح يرتاح مو بس الام ولا حتى بس الابو أه لما اي أوزع الادوار احرص انه يكون بشكل صحيح وعادل احيانا في امهات يمتنعون عن تسليم المسؤوليات خوفا على حاله الطفل صحيح صح كلامك لكن هي بهالطريقه قاعده تعرقل تطور الطفل بشكل غير مباشر ما تكون هي واعيه بهذا الشيء لان لما الام تكون مضغوطه وتي تؤدي مسؤولياتها تجاه هذا الطفل التوحدي راح تأدي بعصبيه م. بعيله نعم. مستعيله وعندها التزامات ثانيه فالحل ان انا اوزع المسؤوليات على جميع افراد الاسره بشكل صحيح والاهم انه يكون عادل. م. لما يتم التوزيع بشكل صحيح كل فرد من العائله مثل ما قلنا راح يرتاح الام راح ترتاح نفسيا بدنيا راح تخف الاعصاب عندها والابو راح تصير عنده الفرصه انه يتعرف على التوحد اكثر اذا تعامل معه بكثره وممكن في المواقف بالمستقبل راح يعرف يتصرف من غير ما يلجا للو وحتى اقران التوحد اذا كان في اقران نعطيهم مسؤوليات على قدهم مسؤوليات ممكن هم يستوعبونها وبهذه الطريقه انه راح تتقوى علاقه الاسره مع بعض كلامك جدا جميل ومفيد استاذ جميلة وودنا أيضا نسأل مجموعة من الأسئلة لكن عندنا ناخذ هذا الفاصل ونعاود إن شاء الله نطلع معاكم أعزائي المشاهدين حق هذا الفاصل ونرجع بعد شوي إذاً لكم من جديد وبرنامج نون وموضوعنا اليوم مهم جداً المشاركة الأسرية في حال وجود حالة خاصة عندنا في الأسرة وإذا كان هذا الطفل أو الطفلة عنده طيف التوحد أو عنده نوع من الحالات الخاصة يجب على الأبوين المشاركة في هذه المسؤولية وأيضاً مع الأبناء إذا كانوا موجودين أبل. وصحيح زميلتي ريم مثل ما قلتي واليوم ضيفتنا الاستاذه جميله مرشد نفسي وام لطفل توحدي ودنا اليوم نتكلم عن موضوع شوي نقول منطقه الكل يمكن ما وده يروح لها وهي في حاله انكار الاب بعض الاوقات يدخل في دوامه من الحزن ويحس بهذا الحزن وبعد ما يدخل هذه الدوامه ممكن يسبب اذى للطفله شو تقولين من هالناحية هذه؟ أول شيء بقول إن إحنا أنا شخصيا نوعا ما مرينا في مشاعر الإنكار هذا لكن أنا كأم تقبلت بسرعة وقدرت أتخلص من مشاعر الإنكار هذه أما الأب كان عنده مشكلة في التخلص من مشاعر الإنكار هو كان قريب على دائرة التقبل لكن الإنكار هو اللي كان قاعد يعيقه فأذكر مرة من المرات ولدي كان قاعد يلعب بطريقته الخاصة كان قاعد يدور حوالين نفسه بطريقة غير اعتيادية وغير عن الطفل الطبيعي أذكر بقلب الحدث أثناء حدث السلوك مباشرة أشرت على السلوك وقلت حق ريلي شوفه هذا السلوك الطفل الطبيعي ما يدور بهذه الطريقة م. وفعلا بلحظته أدرك الموضوع وقدر قدرنا نتخلص من مشاعر الانكار اللي فيه فبعدها هني بدأت معاه مشاعر الحزن فالمطلوب الحين من الطرف الثاني ان انا اواسي الشخص هذا اقول له مثل ما انت حزين فانا ايضا حزينه مثل ما انت مكسور انا ايضا مكسوره لكن حاليا انا محتاجه سند محتاجه وقفتك ومحتاجة شريك في هذه الرحلة في سبيل تحسن وتطور حالة الطفل. نعم. نعم. وهذا اللي يمكن اللي بسألك عنه يعني كأنك قريتي أفكاري تحسن حالة الطفل تعتمد على الأبوين انسجامهم معه متابعتهم لحالته تقديرهم للمواقف اللي اللي تصير دائما يمكن داخل المنزل وخارج المنزل. طبعا العلاقات حوالين الطفل لها أثر كبير على تطوره وتحسين أدائه. الكلمات الإيجابية والتشجيعية الدعم المستمر للطفل كل هذا ممتاز انه يكون حوالين الطفل والعلاقات المباشره مع الطفل مثل علاقه الام بالطفل او علاقه الاب مع الطفل او حتى علاقه المدرسين مع الطفل كل ما كثرت فيه الكلمات الايجابيه كل ما الوضع صار ممتاز وايضا العلاقات الغير مباشره نفس ما قلت علاقه الاهل مع بعض الام والابو او حتى علاقه المدرسين مع المساعدين لما الطفل يشوف أن مجموعة الناس هذيلة يبون مصلحتي يستانسون لما أنا أنجز يشجعوني في هذه الناحية مشاعر الطفل توحد سبحان الله هو نفسه عن مشاعر الطفل الطبيعي يدري منه اللي يبي مصلحته ويدري منه اللي يشجعه ومنه يحبه نعم في في مقولة يعني البعض يقولها لا هو ما راح يعرف او ما راح يفهم، انا اقول لكم واجزم لكم أنه هو يحس عنده احساس مضاعف بالجميع ومثل ما ذكرتي استاذة جميلة يعني هو يعرف من اللي يحبه بصدق ومن اللي يحبه مجاملة ايضا. فعلا وهذه نعم ميزة عندهم سبحان الله. نعم سبحان الله استاذة جميلة ايضا الدعم يعني احنا تكلمنا يمكن عن الدعم المعنوي من الاسرة ومن الاقران ومن الزملاء. ولكن الدعم النفسي الدعم الإيماني بالنسبة حق الأسرة نفسها يعني شنو شنو الموضوع يعني هذا الموضوع شلون يأثر على العائلة بشكل عام كاملة أكبر الضغط عادة يكون على الأم لأن الأم هي اللي شايلة الضغوطات العلاجية للطفل وحالة الطفل وحتى تشيل ضغط عدم تقبل الأب وتساعده في وصول لمرحلة التقبل وهي رحلة فعلا صعبة جدا فدايما أقول أن إحنا كل ما نتذكر كل شيء في حياتنا لحكمة كل شيء في حياتنا فيه لهدف أسباب الحدوث ودائما نتذكر آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم وهذه بالضبط يعني نقدر نقول لو كل ام واب تسلحوا يمكن في هذه الايات الكريمه وكانت لهم دافع في ان دائما انت تشوف اجر وثواب عندك في البيت مضاعف يعني مثل لما تربي طفل سليم لك اجر وثواب ما بالك اذا كانت حاله خاصه فبذلك يعني احتساب الاجر مهم جدا لدى الابوين فعلا نعم صدقتي نعم. استاذه جميله ايضا يعني ودنا من خلال الدعم النفسي وال يعني اللي نشوفه مثل هذا هل من ممكن استثمار هذا الدعم لغيرهم يعني حضور مثل ما قلتي الجلسات حضور الأماكن اللي فيها أو يعني عوائل تشبه العائلة هذه فيما يعانون ويمرون فيه وإعطاء النصح من مثل هذه العوائل, يعني العوائل أو اللي مروا بمثل هذه التجارب هل ممكن أن يساعد الأب على تقبل بصورة أكبر؟ جدا هو عادة الأب يستمد الطاقة الإيجابية والتقبل من الأم نعم. فلما الأم تحتك مع عوائل خصوصا أمهات مع مجموعات الدعم فهذا جدا راح يعطيها الطاقة الإيجابية وتقبل أكثر لما تطلع من هذه مجموعة الدعم وترد للبيت تجيب معاها هذه الطاقة ويستمد منها الأب واللي راح يستفيد منها الأهم اللي هو الطفل التوحدي فجدا مهم أن أنا أحتك مع ناس في نفس موقفي نعم صحيح يعني هو الاحتكاك يعني دائما احنا نقول في اي مجال يعني مو فقط في مجال نقول الحالات التوحديه او في كل المجالات مجالات العمل مجالات الحياه ريم ان احنا نحتاج الى ان نحتك في نفس الشيء يعني نفس <applause> الزملاء ونفس اللي هذا استاذه جميله يعني صراحه الموضوع وايد حلو وفي اسئله كثيره قدامنا الاب عاده يعني احنا مثل ما تقولين الام هي شايله كل شيء والابو قاعد يعني يشوفها انها شايله كل شيء لكن ايضا تكون هناك جزئيه انكار بسيطه داخله مهما يكون متى يحدث العكس؟ متى تكون الام هي اللي مو متقبله كل شيء والابو هنا هو اللي يساعد على انه يساعد الام على هذه التقبل حاله التقبل يعني هل في حالات احنا نشوفها كذي انه يكون الابو هو متقبل ولكن الام هي المنكره؟ كثير وايد تصير وأحيانا مو بس الأب هو متقبل، أم الأم اللي هي الجدة أو عمة الطفل هذا هم متقبلين إلا الأم ما تتقبل. آه عدم تقبل الأم طبعاً هو أصعب من لما الأب ما يتقبل الموضوع. لكن حلها إن إحنا نعطيها الوقت. والأم هني آه وظيفتها بأن ما تاخذ الوقت الكثير في انها على ما تتقبل لكن لازم تعطي كل شعور حقه يعني مثلا اذا كانت في مرحله الانكار ما عليه تقعد في هذه المرحله بعدها تدش في مرحله الصدمه هذا كله امور طبيعيه نعم. الشيء اللي مو طبيعي في الموضوع ان انا اغرق في مرحله عدم الانكار ومرحله عدم التقبل لكن الحل يكون إن يعطونها الوقت بعد ما يشوفون انها مستعدة يعطونها الامور حسب معرفتهم للام شلون هم يقدرون يتعاملون مع هذا حسب اطباعها ونفسيتها فعلاً. صحيح وتقبلها ايه؟ للامور ايضا فعلا نعم يعني هذه المسؤوليه احنا يمكن كررنا فيها الحلقه انها مشتركه دائما وان على الكل انه يتضافر جهوده في انه يكون عنده هذه الحاله الخاصه وياخذها في امان ورحابه صدر يمكن شاهدنا الكثير من الحالات يعني عندهم يمكن هذه نقول الحاله الخاصه ولكن رياضيين جيدين وتواصلهم جيد مع الناس وهذا موجود في المجتمع الكويتي. في موجودين هذه الامور، الدعم امانه في دوله الكويت موجوده لكن اللي علينا واجبنا احنا كاهالي ان نبحث عن الاماكن الصحيحه الملائمه لعيالنا لان المكان او الجهه المعنيه قد تكون مناسبة لولدي بس ما تكون مناسبة لولد رفيشي مثلا نعم أستاذ جميلة نشكر تواجدك معنا اليوم وإلقاء الضوء على قضية مهمة في المجتمع يمكن في السنوات السابقة ما كان لها هذا الـ الـ يعني نقول الـ الضوء الإعلامي كانت ممكن تكون موجودة ولكن خافية على الكثيرين ولكن الآن بسبب الإعلام وتسليط الضوء عليها بدينا نفهمها أكثر ونتعرف على الأقسام وجوانبها بصورة أكبر شكرا لك شكرا لكم شكرا لك ولحضورك برنامج نون شكرا لشجاعتك ايضا تكونين معنا في برنامج نون نوضح للامهات يمكن هذه الحالات الخاصه والمهمه اللي تستحق منا كل الرعايه الف شكر لك الله يسلمكم الشكر موصول لكم مشاهدينا على متابعه برنامج نون نلقاكم في حلقات قادمه الى اللقاء